يا مساء الورد عليكم. راح اسوي معاكم صفيحة لحم عجينتي المعتادة، ولكن حطيت نص كمية طحين ابيض ونص صبر. خلطت المكونات الجافة، حطيت زيت، وراح احط هنا الخميرة عندي مع السكر. طبعا حتى كمية السكر اليوم قللتها، بدي احاول اخلي الاكل شوي صحي اكثر من اول. الزبادي انا عندي بحط العلبة كاملة، سواء حطيت 3 اكواب طحين، سواء حطيت اقل اكثر، بعجن بالزبادي. اذا احتجت مية بضيف، راح اعجن. اذا احتجت مية راح اضيف. بدي عجينة متماسكة غير ملتصقة. طبعا عادي ممكن تقدروا تعجنوها بالعجانة، بس لان كمية قليلة صراحة فراح اعجنها بايدي. عندي هنا العجينة، راح اقطعها صغير صغير. انا شايفين كيف حطيت على نايلون طحين. بدي اقطع العجينة كتير صغير، شوفوا، لانه بدي اعملها كتير رقيقة. راح اقطعها واخليها تتخمر عبال ما اجهز الحشوة. الحشوة حتكون عندي لحم مفروم بالخلاط، فرمة بصل وتومة وفلفل اخضر وبقدونس وبندورة. طبعا راح اضيف لها بس بهارات ابو صالح، ما بنحتاج اكتر، مع فلفل اسود. وراح اضيف لها دبس رمان شوي صغيرة مع ملح ومعلقتين زيت، بس ما تكتروا، شوي زيت. شايفين كيف؟ بس عشان تطرى شوي، لان انا جبت اللحم بدون دهن. راح اضيف شوية دبس رمان، ما تكتروا كمان دبس رمان، انا ما بحبه كتير. وبس، وفلفل، فلفل اسود. وراح اخلطهم سوا. راح ابدأ افرد العجينة بالفرادة عشان بدي اياها كتير رقيقة. راح افرد عجينتي كاملة وارجع. بعد ما فردت العجين راح احط الحشوة. طبعا الحشوة طرية عشان تفرد هيك بسرعة. كده خلصت، راح ادخلها الفرن. طبعا ولعت من فوق ومن تحت عشان يستوي اللحم، ما تخافوا بيستوي. كده بدو يعملوها الجاهزة بالمطاعم بنفس الطريقة. طبعا ما راح اتكلم، الشكل لحاله بيحكي. ألز من هيك ما في. شوفوا اللزازة مع شوية فلفل، شوفوا اللحم كيف مستوي، يا عيني على اللزازة.